بسم الله الرحمن الرحيم. طلبة المستوى الرابع ماجستير مهني محاسبة كلية تجارة جامعة كفر الشيخ، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله أتواصل مع حضراتكم خلال الفترة دي، خلال فترة توقف الدراسة من خلال منصة تعلم عن بعد. هنكمل مع حضراتكم محاضرات التقويب المحاسبي للمشروعات. كنا بنتكلم عن دراسة جدوى المشروعات، وبدأنا وخدنا الدراسة التفصيلية لجدوى المشروعات الاستثمارية، وكلمنا عن دراسة الجدوى القانونية والبيئية والتسويقية والفنية، وبنتكلم النهاردة إن شاء الله عن دراسة الجدوى التمويلية. دراسة الجدوى التمويلية، في دراسة الجدوى الفنية اللي خدناها المرة اللي فاتت، آخر مرة آخر لقاء بحضراتكم، قدرنا نحدد أو نقدر التكاليف اللازمة لتنفيذ المشروع وكذلك التكاليف الدورية اللازمة لتشغيله. فكنا حددنا أو قدرنا التكاليف الاستثمارية، وكنا قسمناها لو تفتكر ثلاث انواع: استثمار ثابت ومصروفات تاسيس وراس مال عامل ايه مبدئي. وكنا قدرنا كمان نقدر التكاليف التشغيل السنويه اللي هي تكاليف الايه، التكاليف التشغيليه. واضح السؤال دلوقتي؟ طيب انا قدرت اقدر التكاليف اللي انا محتاجها عشان انفذ المشروع انشئه، وكذلك التكاليف الدوريه اللي انا محتاجها عشان اشغل المشروع خلال عمره الاقتصادي. السؤال دلوقتي اجيب الفلوس دي منين؟ أمول التكاليف دي منين؟ يبقى نبتدي نفكر في مصادر التمويل، نجيب الفلوس منين؟ لذلك جات المرحلة اللي بعد كده، مرحلة دراسة الجدوى التمويلية. تمويلية هدفنا منها تحديد مصادر التمويل المناسبة لتمويل المشروع الاستثماري. مصادر التمويل بصورة رئيسية لأي مشروع هما مصدرين، يا إما رأس مال مملوك يا إما رأس مال مقترض. رأس مال مملوك اللي هو مقدم من أصحاب المشروع، مقدم من أصحاب المشروع، وغالبا رأس المال المملوك بالنسبة للمنشآت أو المشروعات الكبيرة بيتم الحصول عليه من خلال يا إما الأسهم الممتازة، إصدار أسهم ممتازة أو إصدار أسهم عادية. طيب المصدر الثاني رأس المال المقترض، ده مقدم من غير الملاك، يبقى المملوك من الملاك، أما المقترض من غير الملاك. طيب المقترض ده برضه بحصل عليه عن طريق يا إما الحصول على قروض طويلة الأجل من البنوك المؤسسات المالية أو إصدار سندات. واضح؟ يبقى واضح من الشكل ده إن هيبقى عندي أربع مصادر للتمويل أقدر أختار بينهم أو أقدر أعمل توليفة بينهم عشان أقدر أحدد مصادر تمويل تكاليف المشروع. مصادر تمويل تكاليف المشروع، يبقى عندي أسهم ممتازة، أسهم عادية، قروض طويلة الأجل، وسندات. خلاص دي مصادر الايه، مصادر التمويل. لا، بحتاج قبل ما احدد مصادر التمويل احدد هيكل التمويل المناسب. هيكل التمويل المناسب ايه؟ هيكل التمويل المناسب هو المزيج التمويلي من المصادر الاربعه اللي فاتت دي، ولا هيحمل المشروع اقل تكلفه ممكنه. طبعا كل مصدر تمويل له تكلفه، الاسهم الممتازه لها تكلفه، الاسهم العاديه، القروض طويله الاجل، السندات، كل مصدر له تكلفة. واضح؟ أنا محتاج مثلا يعني مليون جنيه للمشروع، همول المشروع بمليون جنيه، أجيبهم منين؟ هل أجيبهم كلهم عن طريق الأسهم العادية؟ الأسهم العادية لا تكلفة، ولا شوية أسهم عادية وشوية أسهم ممتازة؟ أسهم ممتازة لا تكلفة. طب شوية كده وشوية كده وشوية قروض شوية سندات. المزيج التمويل المناسب هيبقى إيه؟ طب لو استقريت ان انا هجيب من المصادر الاربعه، هل اقسمهم بالتساوي؟ اجيب 250,000 من الاسهم العاديه، و250,000 قروض، 250,000 سندات، 250,000 اسهم ممتازه، ولا لا ازود القروض شويه واقلل الاسهم الممتازه شويه، ولا ايه؟ ها هنا المعيار بتاع هيبقى ايه؟ هيبقى تكلفه التمويل. تكلفه التمويل، واضح؟ يبقى انا هختار المزيج التمويلي الاقل تكلفه، الاقل ايه؟ تكلفة. فأنا محتاج هنا أحدد إيه بقى؟ معدل تكلفة الهيكل التمويلي اللي بنسميه المتوسط المرجح لتكلفة رأس المال، متوسط مرجح لتكلفة رأس المال. ده بجيبه إزاي؟ بضرب الوزن النسبي للمصدر من المصادر الأربعة اللي فاتوا. الوزن النسبي ده عبارة عن إيه؟ قيمة المصدر، قيمة السوقية للمصدر على إجمال القيم السوقية لكل المصادر. يعني مثلا زي ما قلت لحضرتك أنا محتاج مليون جنيه تمويل. واضح؟ قلت هاخد قروض 250,000،
يبقى القيمة السوقية للقروض 250,000، لمصدر القروض 250,000، على إجمالي الفلوس اللي أنا محتاجها مليون، يبقى الوزن النسبي للقروض كام؟ 25%. واضح ده الوزن النسبي للقروض. في إيه بقى؟ في معدل تكلفة القروض أو معدل تكلفة المصدر أيًا كان. معدل تكلفة المصدر بتحسب إزاي؟ بتختلف من مصدر لآخر. هو ده الشغل بتاع الفصل. إزاي أحسب معدل تكلفة المصدر؟ معدل تكلفة المصدر. طيب الجدول ده بيلخص لك الشرح اللي موجود في الكتاب عشان كيفية تحديد معدل تكلفة كل مصدر. ركز معايا كده، دايما معدل التكلفة بيبقى بسط ومقام، نسبة بسط ومقام. دايما البسط بتاعي بيبقى التكلفة الفعلية اللي انا هتحملها سنويا او خلال الفترة، على المقام بتاعي بيبقى قيمة المصدر زي ما هنشوف دلوقتي. طيب خلينا ناخدها بالراحة واحدة واحدة كده. القروض طويلة الاجل عايز احدد تكلفتها، معدل تكلفتها. انا لو رحت اخدت من البنك قرض ب 100,000 جنيه، البنك بيتفق معايا بيقول لي القرض قيمته 100,000 جنيه في فايده سنويه 10%، يبقى الفايده السنويه قد ايه؟ 10,000. البنك بيعمل ايه؟ البنك بيعمل ايه؟ بيقوم خصم ال 10,000 اللي هو الفايده بتاعت السنه الاولى ويديني ال 90,000. بيضمن حقه الاول في السنه الاولى. يبقى انا فعليا قبضت منه كام؟ 90,000 جنيه. يبقى قيمة القرض الفعلي اللي أنا قبضته مش المية، لا ده مبلغ القرض ناقص الفايدة السنوية ناقص فايدة أول سنة، يبقى 100,000 جنيه ناقص كام؟ ناقص 10,000، يبقى القيمة الفعلية للقرض اللي أنا قبضته كام؟ 90,000 جنيه. عشان كده لما أحسب معدل تكلفة القروض هقسم مش على 100,000، مش على مبلغ القرض، لا هخصم الفايدة بتاعت السنة الأولى، لأن الفعل اللي أنا استلمته من البنك 90، كأني اقترضت منه 90. واضح؟ طب ايه اللي هدفعه سنويا؟ الفايده ال 10,000. يبقى تكلفه معدل تكلفه القروض طويله الاجل هتبقى الفايده ال 10,000 على ال 90 بقى، مش على ال 100,000 كلهم، على ال 90، لان بشوف معدل تكلفه فعليه اللي انا هتحمله فعلا. ولكن في نقطه، انا ضربت هنا في ايه؟ في واحد ناقص معدل الضريبه. ليه؟ لان الفايده على القروض تعتبر من ضمن المصروفات اللي هتدخل في قائمه الدخل، فبالتالي هتقلل ارباحي، هتزود مصروفاتي وتقلل ارباحي، فبالتالي هتقلل الضريبه. يبقى صحيح انا هتحمل فايده سنويه، ولكن الفايده دي لما هثبتها كمصروف في قائمه الدخل هتقلل لي الضريبه، يبقى هيحصل في وفر ضريبي. هيحصل في وفر ضريبي. يبقى لازم اخد اثر الوفر الضريبي ده في الحسبان وانا بحسب التكلفه الفعليه للقروض اللي انا هحصل عليها، يبقى اقول الفايده في ايه بقى؟ في واحد ناقص معدل الضريبه. واحد ناقص معدل الضريبه. واضح؟ لأنها هتوفر لي الضريبة، يعني لو الضريبة مثلا 20% وأنا بدفع فايدة 10,000 جنيه. 10,000 جنيه دي هتبقى من ضمن المصروفات، يبقى أنا هزود مصروفاتي في قائمة الدخل ب 10,000 جنيه. فبالتالي ربحي هيقل ب 10,000 جنيه، فبالتالي الضريبة بتاعتي هتقل بكام؟ ب 10,000 في 20% يعني ب 2000 جنيه. يبقى أنا هدفع فايدة 10,000 على القرض، ولكن من ناحية تانية هوفر ضريبة 2000، يبقى الفعلي اللي أنا هتحمله نتيجة حصول على القرض ده كام؟ 10 ناقص 2 يبقى كام؟ 8. حسبتها ازاي؟ ال 10,000 في 1 ناقص ال 20%. يعني 10,000 في 80% يعني 8,000. يبقى المعدل هنا يبقى 8,000 على 100,000 ناقص 10 يبقى 90، يبقى 8,000 على 90. واضح يا جماعة؟ دي القروض طويلة الأجل. تعالى بقى للسندات. السندات دي عشان أحصل على تمويل عن طريق السندات أنا محتاج أطبع ورق السند نفسه واتحمل مصاريف اصدار، مصروفات قانونيه عشان اقدر اوزع السندات دي على المستثمرين. واضح؟ كل دي تكاليف عليا. طيب السند ده لما بيطلع بيبقى ليه قيمه اسميه، اللي هي القيمه اللي مكتوبه عليه. انا طلعت السند وكاتب عليه قيمته 100 جنيه. الكلام ده معناه ايه؟ انه يحق لحامل السند ده انه يجي لي في تاريخ نهايه السند يديني الورقه دي واديله 100 جنيه ثمنها. دي اسمها القيمه الاسميه. خلاص؟ ولكن مش شرط ان انا ابيع له السند يوم ما ابيعه له بال 100 جنيه بالقيمه الاسميه، لا ممكن ابيعه له ب 110. دي اسمها قيمه اصدار. قيمه اصدار 100 110. طب ال 10 الزياده دي اسمها ايه؟ اسمها علاوه اصدار. علاوه اصدار. والعكس، القيمه الاسميه للسند 100 جنيه انا ممكن ابيعه له ب 90. يبقى انا بعته له باقل من اللازم، باقل من قيمته، يبقى انا بعته له بخصم. فال10 الفرق دي اسمها ايه؟ خصم اصدار.
ولكن هو لما يجي يرد لي السند هياخد مني ال100، مش هيقول لي ده انا، مش هقول له ده انت، ده انا مديهولك ب90، لا، هو ليه القيمه الاسميه اللي مكتوبه. واضح يا جماعه؟ طيب احسب تكلفه تمويل السند ازاي بقى؟ بص بقى البسط بتاعك كده، تتخضش قوي يعني. الفايده السنويه بتاعت السند اللي انا كاتبها له في السند، انا بقول له القيمه الاسميه للسند 100 جنيه. فايده سنويه 10%. يبقى كل سنه هيقبض مني 10% من ال100، يبقى كام؟ يبقى 10 جنيه. دي الفايده. يبقى دي اول حاجه انا هتحملها سنويا. واضح؟ نتيجه اصداري للسندات 10 جنيه فايده. زائد ايه بقى؟ زائد ايه؟ سيبك من دي دلوقتي، بص لي لدي. ميم دي اللي هي مصروفات الاصدار. انا قلت لحضرتك عشان احصل على تمويل عن طريق السندات لازم اطبع السندات دي واسجلها واتحمل مصروفات قانونيه. كل ده طباعه والتسجيل والمصروفات والحاجات دي كلها اسمها مصاريف اصدار السند. طيب السند الورقه ده اهي كلفتني عشان اصدرها 3 جنيه. يبقى مصروفات اصداره كام؟ 3 جنيه. طب ما دي تكلفه انا اتحملتها. صح؟ طيب اتحملتها ليه؟ عشان اصدر السند اللي هو عمره 3 سنين، اللي هو بعد 3 سنين الراجل هيرده لي وياخد ال100 جنيه بتاعته. واضح؟ التكلفه ده اهي من العدل ان هي تتوزع على الثلاث سنين. يبقى انا فعليا كل سنه احمل نفسي جنيه من الثلاثة جنيه. طب حسبتها ازاي؟ 3 جنيه على عمر السند، على عمر الايه؟ على عمر السند. عشان كده ضربت هنا في واحد على نون اللي هي عمر السندات. يبقى انا لو عندي بس مصروفات اصدار بس وانا بايع السند ب100 جنيه زي ما هو، فبالتالي مفيش خصم او علاوه. لو عندي بس مصروفات اصدار 3 جنيه، يبقى 3 على عمر السند 3 سنين يبقى جنيه. يبقى انا كل سنه هتحمل 10 جنيه فايده السند، وهحمل نفسي جنيه من مصروفات الاصدار، يبقى 10 زائد جنيه يبقى 11. واضح؟ يبقى دي واحد على نون اللي هي واحد على عمر الايه؟ السند، لان بحسب اهلاك للحاجات دي يا جماعه، مصروفات الاصدار، خصم الاصدار، خه اللي هي خصم الاصدار. السند ب100 جنيه، ولكن انا لما بعته للراجل بعته ب 91 جنيه. يبقى انا بعته باقل من سعره بمقدار 9 جنيه، يبقى في خصم اصدار كام؟ 9. يبقى انا اتحملت ال 9 جنيه عشان ايه؟ عشان ابيع السند ده. طب ال 9 جنيه لازم تتوزع على عمر السند، فعشان كده هقسم ال 9 جنيه على النون اللي هي عمر السند. خلاص؟ الحاله العكسيه طبعا هيبقى انا عندي هصدر السند يا اما بخصم يا اما بعلاوه، مش هيبقوا الحالتين ده او ده. العلاوه السند ب 100 جنيه، السند ب 100 جنيه انا بعته ب 112، يبقى بعته بازيد من اللازم بعلاوه 12 جنيه. ال 12 دي برضو دي تكلفه؟ لا، ده يعتبر مكسب لي. فزي ما بحمل نفسي تكلفه يبقى في حاله المكسب اخصمه، عشان كده ناقص اهي، ناقص العلاوه. يبقى بزود الخصم او بطرح الايه؟ العلاوه. يبقى بجمع مصاريف الاصدار وخصم الاصدار او مصاريف الاصدار ناقص علاوه الاصدار واقسمهم على عمر الايه؟ على عمر السند، والناتج اضيفه مع الفايده السنويه. واضح؟ ويبقى ده الفعل اللي انا هتحمله في السند. على ايه بقى؟ على متوسط قيمه السند. انا قلت لحضرتك السند له قيمتين، قيمه اسميه مكتوبه عليه وقيمه اصدار الفعل اللي انا ببيعه بيه. طيب بشتغل على دي ولا على دي؟ على المتوسط. يبقى اجمع دي ودي واضربهم في النص او اقسمهم على اثنين يعني. واضح؟ طيب السند زي القروض بالظبط. السند ده بيستحق عليه فايده، والفايده دي الحاجات دي كلها هتبقى مصاريف عندي في قائمه الدخل، فبالتالي هتوفر لي في الضريبه. يبقى لازم اضرب الكلام ده كله في واحد ناقص معدل الضريبه زي ما عملت فوق بالظبط. يبقى اي تمويل عن طريق الغير اللي هو القروض طويله الاجل والسندات لازم تضرب على طول في واحد ناقص معدل الايه؟ الضريبه. ليه؟ لان التكلفه بتاعت التمويل ده بتبقى مصروف في قائمه الدخل، فبالتالي بتحقق لي وفر ضريبي. طيب يبقى الاثنين دول تمويل عن طريق الغير. تعال بقى للاسهم الممتازه والاسهم العاديه. الاسهم الممتازه حضرتك عارف الاسهم الممتازه والاسهم العاديه. السهم الممتاز قريب جدا من السند. السهم الممتاز سموه ممتاز ليه؟ هو صحيح جزء من ملكيه الشركه، ولكن بيحق لحامل السهم الممتاز ان هو يحصل على عائد ثابت، عائد ثابت سنويا. طالما الشركه حققت ارباح هيحصل على العائد الثابت بتاعه. اما حامل السهم العادي فبيحصل على عائد مش ثابت حسب الارباح اللي باقيه. بعد ما اوزع الارباح على حمله الاسهم الممتازه ابتدي اوزع الارباح اللي باقيه على حمله الاسهم العاديه حسب بقى
لو باقي الارباح مثلا 80000 جنيه وعندي اسهم عاديه 80000 سهم عادي، يبقى كل نصيب كل سهم جنيه. واضح؟ لو عندي 40000 سهم عادي يبقى نصيب كل سهم 2، يبقى مش ثابت. خلاص؟ طيب نشوف بقى تكلفه الاسهم العاديه. لو انا اصدرت اسهم عاديه تكلفه التمويل هيبقى ايه؟ اللي انا هتحمله سنويا نتيجه اصدار الاسهم العاديه هو العائد السنوي الثابت للسهم اللي مش هيتغير على صافي قيمه الايه؟ صافي قيمه السهم، اللي هي القيمه اللي انا هطلع بيها السهم، اللي هي اهيت القيمه الاسميه للسهم ناقص مصاريف اصداره ناقص خصم ايه؟ اصداره. القيمه الفعليه اللي انا اللي انا هقبضها نتيجه ايه؟ نتيجه اصداري للسهم. القيمه الاسميه للسهم مثلا 100 جنيه وفي مصاريف اصدار 10 جنيه للسهم، يبقى انا صحيح قيمته 100 ولكن انا دفعت 10، يبقى كده 90 اللي هي مصاريف اصداره. طيب وانا كمان لما جيت ابيعه، لما جيت اديه للملاك اديته لهم بخصم كمان 10 جنيه، يبقى ده انا قبضت كام؟ قبضت 80. دي اسمها صافي قيمه الايه؟ السهم. واضح؟ طيب الاسهم العاديه، قلنا الاسهم العاديه سنويا انا بدفع توزيعات نصيب السهم من التوزيعات، والرقم ده احنا مش عارفين ولكن بنقدره الاول فتره، وبعد كده بنقدر حاجه اسمها معدل نمو الارباح بعد كده. فيبقى تكلفه التمويل بالاسهم العاديه عباره عن نصيب السهم السنوي من توزيعات الارباح اللي انا اقدره في الاول في البدايه مثلا 10 جنيه على صافي قيمه السهم زي ما حسبناها فوق هنا، قيمه اسميه ناقص مصاريف اصدار ناقص خصم اصدار او زائد علاوه ايه؟ اصدار. يبقى ده على ده. خلاص؟ كل ده الناتج اللي يطلع ازود عليه معدل نمو الارباح اللي هو مقدر برضه، هقدر معدل نمو الايه؟ معدل نمو الارباح. يبقى الشكل ده بيلخص لحضرتك، الجدول ده بيلخص لحضرتك كيفيه حساب معدل تكلفه كل مصدر. طيب هناخد مثال عشان الموضوع يوضح شويه. هناخد الحاله 2-1 صفحه 135. بيقول لي الشركه ديت تقدر الاحتياجات الماليه اللازمه لاحد المشروعات الاستثماريه بمبلغ 2.5 مليون جنيه، وعندي اربع مصادر للتمويل. قال لي هنمول ال 2.5 ازاي؟ هنحصل على قرض طويل الاجل من بنك مصر قدره 0.5 مليون جنيه، وبعدين قال لي هنصدر 5000 سند بقيمه اسميه 200 جنيه وبفايدة سنوية، وبدأ يديني التفاصيل للسندات وتفاصيل للأسهم العادية وتفاصيل للأسهم الممتازة، وطالب من حضرتك حساب تكلفة رأس المال للمشروع الاستثماري بفرض أن معدل الضريبة على الدخل 40%. هنعمل إيه؟ لو رجعنا للي قبل الجدول هنقول أهو متوسط المرجح تكلفة رأس المال الوزن النسبي للمصدر في تكلفته في معدل تكلفته، يبقى لازم اجيب الاول الوزن النسبي للمصدر لكل مصدر واجيب معدل تكلفه كل مصدر من الجدول اللي احنا عملناه. نجيب الوزن النسبي الاول لكل مصدر. الوزن النسبي للمصدر القيمه السوقيه للمصدر على اجمالي القيمه السوقيه لكل مصادر. اجمالي القيمه السوقيه لكل مصادر اللي هي الايه؟ المبلغ الاجمالي اللي انا عايز اموله 2.5 مليون. واضح؟ يبقى دايما المقام بتاع 2.5 مليون اهو. طيب البسط نشوف بقى حسب الايه؟ المصدر. الوزن النسبي للقروض، هو قال لي القروض طويله الاجل 0.5 مليون، يبقى 500000 على 2.5 مليون يبقى 20%. يبقى 20% من الاموال اللي انا محتاجها هحصل عليها من القروض طويله الاجل. طيب السندات، هصدر 500 سند في 200 جنيه قيمه اسميه يبقى مليون. 500 في 200 مليون، يبقى انا هحصل على مليون جنيه عن طريق السندات. مليون على 2.5 مليون يبقى 40%. وهكذا الاسهم الممتازه 5000 سند سهم في 100 جنيه قيمه اسميه، والاسهم العاديه زيها 5000 سهم في 100 جنيه يبقى ده 20% وده 20. طبعا مجموعهم كام؟ 100%، 20 40 20 20. ده الوزن النسبي. تعالوا نحسب بقى تكلفه كل مصدر، معدل تكلفه كل مصدر من القوانين اللي انا عملتها في الجدول اللي فات. تكلفه القروض طويله الاجل، هو قال لي قيمه القرض كام؟ قيمه القرض 0.5 مليون. نص مليون، معدل الفائده السنويه على القرض 10%. يبقى 0.5 مليون في 10% يبقى 50000 جنيه الفايدة السنوية اللي أنا هدفعها، يبقى البسط بتاعي 50000 جنيه الفايدة السنوية أضربها زي ما اتفقنا في 1 ناقص معدل الضريبة 40% وأقسم على إيه بقى؟ على قيمة القرض ناقص الفايدة الأولى، فايدة السنة الأولى 500000 ناقص 50، يطلع معدل تكلفة القروض طويلة الأجل 6.7 إيه؟ من 10. واضح؟ طيب السندات طبق القانون اللي فوق.
القيمة الاسمية للسند 200 جنيه والفايدة السنوية 10%، يبقى 200 في 10% يبقى 20 جنيه، يبقى انا ملزم في نهاية كل سنة ادفع لحامل السند 20 جنيه فايدة. زائد ايه بقى؟ زائد 1 على نون اللي هي 10 سنين مدة السندات، واضربها في زي ما قلنا مصاريف الاصدار، ها اهي مصاريف الاصدار، مصاريف الاصدار زائد الخصم او ناقص العلاوه. مصاريف الاصدار ناقص الخصم مصاريف الاصدار زائد الخصم ناقص العلاوه. شوف كده البيانات اللي عندك، مصاريف الاصدار مديها لي 10 جنيه وقال لي ان انا اصدرت السهم او السند دوت ب 220 وهو قيمته الاسميه 200، يبقى انا اصدرته بعلاوه قدرها 20، يبقى اطرح ال 20 اللي هي الايه؟ العلاوه. واضح؟ على ايه بقى؟ قلنا بجيب القيمه الاسميه زائد قيمه الاصدار واقسمهم على 2، القيمه الاسميه 200، قيمه الاصدار مديها لي 220، ده زائد ده 420 على 2 يعني 210. واضح؟ كل دول اضربهم في واحد ناقص معدل الضريبه يطلع كام؟ 5.4، 5.4 من 10. طيب المصدر الثالث أسهم الممتازة. قلنا الأسهم الممتازة في توزيعات أو في عائد ثابت له بياخده، هو مديها لي اهوت الأسهم الممتازة عليها 10% من ال 100 جنيه يعني 10 جنيه ثابتة أهي، ده البسط بتاعي. المقام بتاعي هيبقى القيمة الإسمية للسند للسهم، القيمة الإسمية للسهم ناقص ال 10 جنيه مصاريف الإصدار ناقص ال 20 جنيه خصم الإصدار اللي مديهولي. واضح كده؟ يبقى الناتج بتاعي 14.3 تقريبا في المية. طبعا طبعا هنا مفيش معدل ضريبة ولا في الأسهم العادية كمان. طب الأسهم العادية التوزيعات السنوية 8 جنيه دي المتوقعة على برضو القيمة الاسمية للسنة للسهم ناقص مصاريف الإصدار زائد الايه؟ زائد العلاوة الخمسة، يبقى 100. ده كله ده وزود عليه ال 2% اللي هو معدل زيادة او معدل نمو الايه؟ معدل نمو الارباح، يطلع 10%. كده انا جبت تكلفه كل مصدر اهي، وجبت قبليها وزن كل مصدر. كل اللي هيحصل عشان اجيب المتوسط المرجح لتكلفه راس المال، هضرب تكلفه كل مصدر في وزنه واشوف الناتج. تكلفه قروض طاوله الاجل 6.7% في 20% وزنه يطلع 1.34%. السندات نفس الكلام، ده في ده يطلع 2.16 وده 2.86 وده 2%. اجمع كل دول يطلع كام؟ 8.36%. يبقى حضرتك لما مولت ال 2.5 مليون بتوعك بالطريقه اللي انت قلت عليها ده، بالطريقه اللي انت قلت عليها ده، هتاخد 500,000 قروض طويله الاجل ومليون سندات و500,000 اسهم عاديه و500,000 اسهم ممتازه. لو عملت التوليفه دي هتتحمل سنويا متوسط تكلفة رأس المال 8.36%. واضح؟ هنا بقى أنا ممكن أغير التوليفة، يعني بدل ما أقول هحصل على قروض قدرها 500,000، لا هقول مثلا إيه؟ طب لو القروض مليون والسندات هي اللي 500,000، هصدر 250 سند بس، والأسهم العادية والممتازة زي ما هي. لو غيرت التوليفة دي يبقى الوزن النسبة هيتغير، ولو الوزن النسبة اتغير يبقى التكلفه دي هتتغير. واضح؟ يبقى لو عندي اكتر من توليفه اقدر احدد التوليفه المثلى بالنسبه لي ولا لا؟ عن طريق مين؟ عن طريق المتوسط المرجح لتكلفه راس المال. التوليفه اللي قدامي لو اعتمدت عليها هتحملني تكلفه سنويه 8.3. طب لو غيرت التوليفه احسب المتوسط المرجح لتكلفه راس المال بتاعها واشوفها كام. طب لو طلع 9.10 لا هتحملني تكلفه اعلى من التوليفه اللي فاتت، يبقى التوليفه دي اللي افضل. واضح؟ يبقى انا هنا اقدر من خلال المتوسط المرجح لتكلفه راس المال وعن طريق وجود اكتر من توليفه لمصادر التمويل اقدر احدد التوليفه المثلى لتمويل المشروع الاستثماري بتاعي. واضح يا جماعه؟ كده دراسه الجدوى التمويليه خلصت. المره الجايه ان شاء الله هبتدي معاكم دراسه الجدوى الماليه. شكرا.